pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 oleh Ananda Muhammad Ali Mukti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا حلالا طيبا قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.